دعنا نرتجل ونترك ولو ل20 ثانية هذا المشهد وهذه الكاميرا لهؤلاء الأطفال، إذ كان هذا لو كان هذا يسعدهم يعني. فدعنا نرى هذه الوجوه سريعا قبل أن أختم معك هذه الجولة وهذه المقابلة على دون حتى صوت، لكن إذا كان هذا يسعدهم فدعهم نعم. أمام الكاميرا يظهرون على شاشة الجزيرة مباشر. هو أفضل ما يسعدهم صراحة، وهذا ربما وفق. تفضلوا هنا حبايبي، هلا تعالوا هنا، تعالوا هنا، لأنه وجهوا تحياتكم للزميل احمد طه مذيع الجزيرة مباشر الآن وعلى قناة الجزيرة مباشر. وأنتم الآن حخليكم تشوفوا حالكم الآن أيضا، هم سيرون أنفسهم في هذه اللحظات. زميلي أحمد سيرون أنفسهم في هذه الأثناء، وإذا كان هذا الأمر يتعلق بهؤلاء الأطفال. أنتوا هنا على فكرة، أنتوا نازحين ولا وين؟ مين حاب يحكي لنا منكم؟ قد ما أنت تعالي، أنت يلا، أنت المتحدثة الرسمية باسمهم، احكي لنا. أنا بدي أسألك وأنت شايفة حالك هنا وموجودة بينهم، إيش بدك تقولي وإحنا اليوم 222 يوم من الحرب؟ ايش اسمك اولا وعرفينا؟ انا رنا غسان جوده، مش نازحه، انا مواطنه من رفح. والحرب كانت صعبه والاشياء ما كانتش متوفره ولا موجوده في اي مكان، يعني كانت اصعب من السابق، يعني انقطاع اشياء مثل ممكن ينقطع طحين لما انقطع عن غزه، والاجواء كانت كثير صعبه هناك كانش لاقيين حاجه وكل الاسعار غاليه. طيب انت ايش نفسك يكون؟ الاكل، الشرب، الحاجات هذه متوفره وترجع لسعرها الطبيعي. طب هي متوفره؟ لا ليس جميعها. انت ايش رحتي تشتري؟ والدك ايش راح يشتري لك وما لقاش بالسوق؟ زي البيض ما لقيناش، زي مثلا شيء كثيره بعرفش ايش هي، بس منها البيض ومنها الدجاج ومنها الاشياء اللي زي هيك. المعبر كان بالاول يدخل حاجات وكانت كل شيء يعني خلص متوفر، بس بعديها مش عارف خلص المعبر هاي اليومين بطل خلص بطل يدخل حاجات خالص. طب ليش بتضحكي صاحباتك؟ احنا خجلات، انا مش خجوله. ايش بيخليكي جريئه انت؟ ايش اللي مخليكي جريئه؟ انا كان نفسي اكون عريفه برلمان المدرسه في المدرسه. شكرا. الجرأة دخلت فيي زي هيك، ما انا كنت خجوله كثير. ما هو العريفه حتصير مذيعه. مذيعه، وكمان كنت اخجل اطلع على المنصات زي هيك. شكرا حبيبتي، شكرا جزيلا لك. طبعا ربما هذا جزء من حديث هذه يعني انا بشكرك على انت اعطتنا هذه الفرصه واعطيت لزميلتنا الصغيره هذه الفرصه، وان شاء الله ربنا يديم عليهم هذه الابتسامه ويحفظكم ويحفظ الجميع. شكرا جزيلا لك زميلي علاء سلامه، مراسل الجزيره مباشر، كنت معنا عبر الانترنت من رفح جنوبي قطاع غزة.